النادي الاهلي في كل مكان مع اولى مباريات الوديه طبعا لفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي استعدادا للموسم الجديد. يمكن طبعا هيكون استعداد جيد ان شاء الله. الهدف هو طبعا البطوله الافريقيه مباراه الترجي اكيد في كل ذهن كل لاعب والجهاز الفني. لكن لو بكلمك على مباراه اليوم الاهلي والنصر النهارده طبعا ملعب بمشروع الهدف بيستقبل مباراه الاهلي والنصر اولى المباريات الوديه لفريق النادي الاهلي. لو ببدا معاك سريعا على التشكيل الخاص بالنادي الاهلي وفريق نادي النصر نبدا طبعا بالنادي الاهلي في حراسه المرمى الشناوي في الشمال صبري الرحيل محمد نجيب محمد هاني وباسم علي في المنتصف عمرو بركات وعمرو السليه هشام محمد احمد حمودي وفي الهجوم مؤمن زكريا وعماد متعب. طبعا يمكن بالنسبه لتشكيل نادي النصر في حراسه المرمى محمد مصطفى في خط الظهر من الشمال اليمين احمد السباعي رقم 13 الحسين رقم 4 محمد حجاج رقم 6 واسلام عيسى رقم 8 في المنتصف خالد رضا رقم 14 وحازم ممدوح 24 محمد القط 18 حجاج عويس 19 وليد عادل 17 وفي الهجوم محمد حسن ميدو. طبعا مباراه زي ما بنقول هتكون انطلاقه مميزه لفريق النادي الاهلي ضمن الاستعدادات. النادي الاهلي طبعا كان داخل في معسكر مغلق هنا في مشروع الهدف في استفادات كبيره طبعا ليه الكابتن حسام البدري اللي بيحاول طبعا يبدا الموسم. عارفين طبعا الموسم خلاص بدا سريعا. النادي الاهلي عنده اولى المباريات الاهلي وطلائع الجيش ان شاء الله. بتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. اكيد هيكون اعداد مميز جدا ان شاء الله لمباراه الترجي التونسي. اكيد طبعا الاجواء هنا مميزه. لعيبه النادي الاهلي طبعا زي ما بنتكلم كل المباريات سواء الوديه او الرسميه هي مباراه الهدف الاول هو الفوز وايضا الاداء المميز كما عودنا النادي الاهلي. اكيد كابتن فاروق طبعا هنا هنكون مستمرين معاك ومتابعه طبعا على الهواء مباشره مباراه الاهلي والنصر وايضا عقب انتهاء المباراه يكون لنا لقاءات عديده مع الجهاز الفني وكل لاعبي النادي الاهلي. في هذه اللحظات بنرجع لك كابتن فاروق. كريم لو انت يعني برضو قول لي ارضيه الملعب عامله ايه. انا متاكد انها ارضيه واضح جدا انها مميزه ودي بتفيد كتير قوي تطبيق اي شكل خططي بالنسبه لكابتن حسام البدري. لا بالفعل يمكن هنا لا ارضيه الملعب يمكن كويسه جدا طبعا يعني قريبه من ملعب التتش طبعا. اكيد النادي الاهلي لو ارضيه الملعب هنا فيها اي مشاكل كان اكيد هيستبعد طبعا ان هو يكون متواجد في معسكر مغلق هنا في اكتوبر. لكن الملعب مميز اكيد طبعا بيريح بشكل كبير جدا سواء اللعيبه في التدريبات او في المباريات. والهدف طبعا الاساسي اللي احنا طبعا كلنا بنتمناه ان يبعد الاصابات على كل اللاعبين بجانب كمان لاعبي المنتخب الوطني اللي بنتمنى ان شاء الله ربنا يوفقهم طبعا في مباراه مصر واوغندا ويرجعوا كمان للنادي الاهلي بدون اصابات. دي حاجه مهمه جدا طبعا للنادي الاهلي. النادي الاهلي عنده مشوار كبير هيبدا ان شاء الله بمباراه الترجي. لكن باكد لك هنا ملعب المباراه وارضيه الملعب مميزه ان شاء الله تساعد بشكل كبير النهارده النادي الاهلي يؤدي اداء رائع وايضا نتيجه مميزه. طيب كريم لو انت تقول لي يعني هو كل اللاعبين على دكه البدلاء اللي هم طبعا في لاعبين اساسيين الباقي بقى باقي الفريق اللي موجود مع كابتن حسام البدري اللي بيقوم بفتره الاعداد حاليا موجودين كلهم على دكه البدلاء ولا كابتن حسام مريح بعض الناس او اتمرنوا قبل المباراه يمكن الوحيد اللي بيتدرب امامي هو جونيور اجاي اللي اتدرب ايضا كمان منفردا امس في تدريبات مع الكابتن محمد ابو علي. لكن لو بذكر لك طبعا بالنسبه لي الاحتياطي للنادي الاهلي ميدو جابر واحمد حمدي واسلام محارب وكريم ندفد واكرم توفيق واحمد ياسر ريان واحمد ناصر بيكم. يمكن هم دول المتواجدين امامي على دكه البدلاء بالنسبه لمباراه الاهلي والنصر. لكن بقول لك يمكن اللاعب الوحيد اللي بيتدرب حتى هذه اللحظه قدامي جونيور اجاي اللي اتدرب امس في تدريبات منفرده طبعا عقب انتهاء الراحه اللي كان واخدها من الجهاز الفني للنادي الاهلي. اشكرك يا كريم. متابعين معاك طبعا باستمرار اي جديد في هذه المباراه سواء بقى قبل المباراه او بعد المباراه ان شاء الله هنكون معاك ولقاءاتنا ان شاء الله دايما مستمره من خلال قناه الاهلي. اشكرك كريم. كابتن سمير خليني اكلمك. يمكن ما زلنا كنا بنتكلم على ايمن اشرف وجوده ولكن خليني اقول التشكيل مره ثانيه بالنسبه للفرقتين في حراسه المرمى بالنسبه للنادي الاهلي محمد الشناوي خط الدفاع باسم علي من يمين الشمال.